يا جماعه زي ما قلنا لكم قبل الفاصل هينورنا وهيشرفنا نجم من ابطالنا اللي صعدوا الاولمبياد اللي جايه في طوكيو ان شاء الله، وكمان قدر ان هو يعني يكون كده شرف لينا لكل المصريين، وكمان من ضمن لاعبينا في العاب القوى وكمان بالاخص في الجولة، وهو كابتن مصطفى عمرو اللي مشرفنا النهارده. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك مصطفى. طبعا يعني في البدايه اهم حاجه بالنسبه لك التاهل الاولمبياد، يعني يمكن دي اكتر حاجه اللاعب بيحس بيها ان هو الحمد لله عمل انجاز، بس الانجاز الاكبر طبعا لما يرجع بالميداليات، ده اهم حاجه ان شاء الله. عايز اعرف منك، انت صعدت متهيألي من خلال منطقه القاهره او بطوله منطقه القاهره، جه ازاي؟ هو في لعبتنا هو في التاهيل عن طريقين، يا اما تكون احسن 32 في العالم، يا اما عن الاتحاد الدولي بيحط رقم معين انت بتتخطاه، وبتتخطاه بتتاهل اوتوماتيك. فانا الحمد لله اصلا كنت متاهل عن طريق الرانكينج، بس هو الرانكينج بيتغير، فلازم اكون انت احسن 32 قبل اللي هو الكات تايم اللي هو مثلا شهر اخر 6 تقريبا. بس انا ما جبت الرقم بقى في بطوله القاهره، هي يعني مش شرط بطوله القاهره، يعني ممكن اي بطوله معتمده تجيب فيها الرقم اللي هم حاطينه وبتتاهل تلقائي. يعني كان رقم ايه بقى؟ كان صعب ولا كان رقم هو رقم؟ كان رقم، يعني هو اصلا كل سنه بيزودوه، يعني الاولمبياد اللي فات كان 20.5 20 متر و50 سنتي، السنه دي زودوه بقى 21.10 سنتي. فهم يعني كل سنه كل الاولمبياد عشان مستوى بيعلى فبيزودوه، يعني اصلا رقم مصر كان 20.76، فده يوريك يعني المستوى زاد ازاي عن في الفتره اللي فاتت. المستوى والتدريبات كمان اختلفت اكيد طبعا، بالظبط، فده بيفرق كمان معاك ممكن في الرقم. هرجع معاك بقى شويه كده يعني للطفوله وحبك لالعاب القوى بالاخص كمان في الجله، جه ازاي؟ انا اصلا يعني ابتديت اللعبه دي على كبر شويه، كان عندي 14 سنه او اواخر ال 13، قبليها كنت يعني لعبت كذا رياضه بس ما دخلتش في حاجه يعني بجديه قوي، كنت بروح عادي تفريحي كده. بعد كده 2010 او اول اخر 2009 كان معايا واحد في المدرسه صاحبي بيلعب اللعبه دي وكان ناجح قوي فيها يعني ما شاء الله، فقال لي تعالى جربها، ويعني او انا يعني اهتميت بيها لما شفت، رحت معاه كذا بطوله وشفته بيلعبها، فسالت عليها في النادي عندي، لقيت فيه مدرب هناك كابتن عماد فايز ممرن عمر الغزالي، كان هو راح اولمبياد في رمي القرص مش الجله، وكان سادس عالم، فابتديت بقى التمرين معاه ومن هنا بدات في الجزيره برضه. في الجزيره يعني انت بادئ حياتك كلها من نادي الجزيره وانت صغير؟ وبعد كده بقى اول بطوله شاركت فيها كان عندك كام سنه وابتدى المشوار بتاعك؟ اول بطوله شاركت كان 2010، كنت لسه يعني في الاوائل خالص، حتى يعني خدت قبل الاخير او الاخير، ف بس الحمد لله يعني مستواي اتحسن قوي من ساعتها. تمام. طب عايز اعرف منك يعني نظام تمرينك عامل ازاي، معسكراتك، الحياه في وسط اهلك واصحابك كمان بتختلف في يعني عن زمان وعن دلوقتي؟ برضو انت بقيت بطل كبير والحمد لله مصنف كمان. هو اصلا من ساعه ما ابتديت اللعبه وانا يعني الحياه الاجتماعيه مش قوي، يعني عشان دايما في تمرين، يا اما مدرسه يا اما جامعه، دلوقتي احسن شويه عشان ما بقاش في تمرين وجامعه، ما بقاش في جامعه ومدرسه، بقى تمرين بس عندي وقت اكتر فاضي، بس يعني في العادي بتمرن الصبح اللي هو تمرين الرمي نفسه، وبعد الظهر بتمرن بقى تمرين اللي هو القوه البدنيه او الحديد وتمرينات تانية رشاقه كده. انا متهيألي انت اللي انا اعرفه انت سافرت امريكا، صح كده؟ وكملت كمان دراسه في امريكا. كلمنا بقى عن ازاي يعني الدراسه كانت مع الرياضه، وكمان لعبت فين هناك في امريكا؟ هو انا كنت في بطوله عالم في 2014 تحت 20 في امريكا، ففي كذا هم في امريكا بيبقى مدرب الرياضه عندهم بيهتموا بيها قوي في الجامعات، ففي دوري الجامعات دوري الجامعات، ففي اي بطوله كبيره بيبقى في كذا مدرب من كذا جامعه بيروح يشوف اللعيبه ويروح بقى يتعرف عليه ويديه الكارت بتاعه ويقول له انا مهتم انت تلعب عندي. فانا جالي مدرب من جامعه ولايه كولورادو في امريكا، قال لي انا هعرض عليك منحه كامله انت تيجي تلعب عندنا وكده، فبس فحولت من مصر هنا، كنت في الجامعه الامريكيه هنا، حولت على امريكا بقى وابتديت درست هندسه هناك ولعبت باسم الجامعه هناك 3 سنين. يعني باسم الجامعه مش باسم نادي بره الجامعه؟ لا يعني باسم الجامعه. باسم الجامعه مع الدراسه؟ مع الدراسه بالظبط. طب متهيألي برضو يعني هندسه عايزه مجهود اكبر وعايزه شغل اكتر على ما انا بقى ما رحت، كانت مستوى تاني من المذاكره لا لا فهمني كده ازاي يعني ازاي كان في الموضوع التمرين بالتوازي ما بين الرياضه والدراسه، ودايما هندسه انت عارف ان هي بتبقى يعني شغلها اصعب شويه ومحتاجه وقت وفراغ يعني. هو كله يعني تنظيم الوقت، يعني انا كنت مثلا بحط جدول مثلا الصبح تمرين مع كده محاضرات، بعد كده مش مثلا في الاجازات او في
في السبت هناك الاجازه سبت وحد كنت بقضيها بخلص كل بحاول اخلص كل اللي ورايا عشان بقيت الاسبوع ابقى فاضي للتمرين وتفرغ للتمرين بس فهي كانت تنظيم وقت يعني مش اكتر برضه حاجتي معايا كانت صفر بسبب الموضوع ده. طب عايز اعرف منك يعني شكل التمرين عامل ازاي؟ هل في فروقات واضحه ما بين التمرين المصري هنا والسيستم بتاعنا وعنهم هناك؟ هو هناك الفرق بس الكبير ان هم بيهتموا باللعيب يعني جامد قوي فهو مثلا في التمرين بيبقى معاك مثلا مدرب او اتنين ودكتور واقف معاك في التمرين دايما لو حصل اي حاجه بيكون هو مش في البطولات بس يعني في التمرين كمان في التمرين برضه لو اي حاجه وجعتك بيعالجك وبرضه هم دايما بيطوروا من نفسهم وبيدوروا حاجات جديده مشكله في مصر ابتدوا يطوروا يعني في مصر ابتدوا يطوروا برضه بس دايما ماشيين بالنظام القديم قوي اللي هو الثمانينات بقى والسبعينات اللي هو ما حدش اصلا بيستخدمه دلوقتي لسه ماشيين بيه لحد النهارده يعني ابتدينا يعني نتغير شويه بس لحد مثلا اول ما انا بدات مثلا هنا كان كده. طب عمرو يعني اكيد طبعا بعد ما انت رجعت من امريكا اكيد طبعا يعني زدت خبره اكتر وشكل التمرين عندك بقى برضو مختلف الى حد ما بالنسبه يعني لشكل المعسكرات بتاعتنا برضو. اتعاملت ازاي النقله اللي حصلت بين امريكا ومصر هنا؟ عرفت ازاي تعمل المعادله دي؟ اول سنه ما رجعت اللي هي 2019 انا اتخرجت 2018 اول سنه ما رجعت 2019 كان الموضوع صعب شويه ان انا اتاقلم عشان اول حاجه كانت انا ساكن في التجمع والتمرين اصلا في نادي الجزيره فكنت المشوار ده لوحده بيهدني يعني وبس الحمد لله السنه دي ابتديت يعني اتاقلم وعملت كذا حاجه بقى يعني في ناحيه الريكفري وناحيه الاكل ان انا ظبطت على وضعي يعني ظبطت وضعي في مصر هنا اللي هو يبقى قريب لبره على قد ما اقدر. طب عمرو يعني ما شاء الله انت كنت برضو يعني شقيت طريقك في امريكا ان انت راجل تعتبر محترف بره وليك مستقبل. ايه تفكيرك ان انت يعني ترجع مصر؟ ليه ما كملتش في احد الانديه ممكن العالميه اللي ليها شهره او بتهتم بالعاب القوى بشكل اكبر؟ ايه الفكره ان انت ترجع مصر وتكمل فيها ما تحترفش بره؟ الفكره في لعبتنا انها مش يعني مش زي مثلا اللعبه الجماعيه في انديه تلعب باسمها وكده. هي اول حاجه اصلا امريكا هو ثلاث مراحل بتلعب في المدرسه بعد كده الجامعه بعد كده بقى لو عايز تكمل انت بتبقى لوحدك يا اما هي البلد بترعاك وبتلعب باسمها. قررت انا ما اكملش في امريكا عشان هي اصلا هناك المنافسه عاليه جدا يعني احسن ثلاثه في العالم هم اصلا من امريكا فانا هروح يعني انا اصلا عندي فرصه انا في مصر ما فيش حد في مصر بيمثل مصر كويس غير واحد او اثنين فانا فرصتي في احسن ان انا امثل مصر في بطولات عن امريكا يعني لا هو انت لو لعبت بره انا ما اقصدش ان انت تلعب باسم امريكا انا اقصد ان انت تلعب في احد الانديه اللي بره وتلعب باسم منتخب مصر لا انا مش معاك تلعب باسم منتخب تاني انا فاهم بس هو يعني هو اللعبه دي ما فيهاش انديه يعني هو كل واحد بيمثل نفسه يعني انا ممكن اروح العب اي بطوله انا عايزها انت بره. مصري فانت لو هتلعب في اي بطوله دوليه واحترفت هناك هتبقى برضه بتلعب باسم مصر بالظبط ولا هتبقى باسم مصر تمام. طيب انا مش هتكلم في القصه دي كتير بس انا شايف ان الخطوه انت عملتها دي خطوه على اقتناع وانت يعني في مصر هنا متهيألي في نادي الجزيره كمان ما فيش الفروقات الواضحه بيوفروا كمان السبل وكل الرياحيه لكل الرياضات سواء كان في الباسكت او كمان معاك في العاب القوه بالظبط. طيب عايز اتكلم معاك بقى يعني عن صعودك لاولمبياد ان شاء الله طوكيو الفتره اللي جايه وبترتب لها ازاي؟ هل في سيستم اتعمل خلاص ان انت ان شاء الله تبقى مهيئ تروح تجيب ميداليه وترجع؟ ان شاء الله يعني انا دلوقتي عامل حسابي ان انا اتمرن في مصر هنا لحد رمضان او ممكن بعد رمضان بعد كده احاول ان شاء الله اطلع معسكر يا اما في اوروبا يا اما في امريكا وفي المعسكر ده هلعب بقى كذا ماتش دولي كده عشان يعني اخد على الوضع ويبقى فيه شويه احتكاك وبس وان شاء الله ربنا يوفقني يعني في الاولمبياد. لا مش سيبك في الاولمبياد لسه نكمل كلامنا عن الاولمبياد وهعرف ازاي طريقه تمرينك دلوقتي اختلفت عن قبل كده ولا لا لكن هنطلع يا جماعه الفاصل صغير ولسه هنكمل مع بطلنا وبطل مصر الكابتن عمرو مصطفى عمرو طبعا نجمنا في العاب القوه خليكم معانا. ورجعنا لكم مره ثانيه مع كابتن مصطفى عمرو طبعا نجمنا وبطلنا المصري اللي هيشرفنا ان شاء الله في الاولمبياد اللي جايه في العاب القوه بالاخص كمان في الجله. مصطفى يعني قبل الفاصل قلت لك يعني شكل التمرين بتاعك اختلف عن الاول ولا لا وخصوصا كمان المرحله اللي جايه مرحله صعبه شويه فيها لعيبه من كل الدول اللي حوالينا وبالاخص كمان المصنفين. شكل المعسكر بتاعك عامل ازاي دلوقتي عن الاول؟ وبالنسبه يعني دلوقتي عن قبل ما اسافر امريكا في حاجات كتير قوي اتغيرت يعني اما سافرت اتعلمت طرق في التمرين وحاجات كتير جدا جديده ما كنتش اعرفها قبل كده ويعني
الحاجات دي بقيت اطبقها عن زمان، ففرقت معايا فرق رهيب يعني. والمدرب معاك برضو بيديك الافكار الجديده بالظبط، بيديني البرامج بتاعتي وانا بطبقها يعني. طب معلش عندي سؤال، يعني ايه اللي ممكن يبقى جديد في اللعبه بتاعتك؟ يعني على ما اعتقد هي اللعبه كلها يعني بتعتمد على القوى البدنيه والعضليه، فايه اللي ممكن يختلف بالنسبه لك يعني في شكل مثلا التمرين؟ يعني هو مثلا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك التمرين بيبقى جزئين، جزء الرمي وجزء الحديد، فهو ممكن مثلا يغير يعني، هي طريقه الرمي واحده يعني، بس انت ممكن يغير مثلا ايه، ترمي مثلا بجله وزنها اتقل شويه او اخف شويه، وفي الوقت المحدد ده عشان تخليك انت توصل البطوله تبقى يعني اعلى مستوى ليك. وبرده نفس حاجه في الحديد، في اصلا تمرينات جديده يعني متخصصه للعب اكتر، بتساعد انت تعلي مستواك فيها ما كنتش اعرفها قبل كده. وطرق تمرين برضو وايام التمرين، يعني ممكن اتمرن 3 ايام في الفتره دي او 4 ايام في الفتره دي على حسب يعني، في كذا حسبه. اللي انا اعرفه ان انت كسرت ما شاء الله رقم القياسي اللي كان عامله كابتن احمد شطه بالظبط لعده سنوات يعني. الله يرحمه. الرقم ده جه امتى وكان كام؟ هو الرقم القديم كان 2076 من سنة 1980 وأنا كسرته في 2017 كانت في بطولة في أمريكا كده، كسرت رميت 21-31، ودي كانت بالنسبة لي يعني هو كل ما تعدي حاجز يعني مثلا ما تعجز تعدي حاجز 20 متر يبقى إنجاز، بعد كده تعدي 21 يعني هي دي ما شاء الله. فأنا لما عديت 21 حسيت بقى يعني طلعت الحمد لله مستوى أعلى، فكان يعني إحساس حلو قوي الحمد لله. كله طبعا بالتعب والتمرين طبعا، مفيش حاجه تجيب يعني من الهوا كده. طيب عايز اعرف منك بقى المنافسه في مصر اخبارها ايه معاك؟ الدوري بتاعنا اخباره ايه؟ البطوله بتاعتنا هنا في القاهره منطقه القاهره شكلها عامل ازاي؟ مين ابرز اللاعبين اللي المفروض يعني بيشاركوا معاك برده من خلال بطوله الجمهوريه؟ هو دلوقتي حاليا يعني مفيش غير انا ولعيب تاني اللي هو محمد مجدي في نادي الاهلي، احنا اتنين يعني تقريبا مستوانا قريب من بعض، فده يعني حاجه كويسه عشان حافز زيان ان احنا دايما نبقى اعلى في اعلى مستوى في البطولات. ف يعني المنافسه دلوقتي احسن من زمان بكتير، يعني زمان كان هو واحد بس بيطلع هو بيكسب من غير اصلا من غير مجهود يعني، بس دلوقتي بقى في منافسه اكتر بكتير عن زمان وارقام مستوى اعلى يعني. محمد مجدي رامي 20-85 يعني، ده اصلا يعتبر كان يعني فوق رقم مصر زمان، وهو دلوقتي بتنافس على الاول والثاني يعني. طب شايف الدعم دلوقتي من خلال الرياضه عندك اختلف عن زمان؟ شايف كمان ان بقى في دعم نفسي غير الدعم الرياضي والشكل البدني بقى فارق عن الاول شويه؟ بالنسبه يعني مثلا نادي الجزيره بقى موفر لي دعم اكتر بكتير من الاول، وعاملين لي عقد الحمد لله، واي حاجه بحتاجها مش بيتاخروا يعني. وحتى برضو في الاتحاد دكتور سيف اي حاجه بطلبها منه ما بيتاخرش، وموفرين رعايه ودعم طول السنه يعني. طب احنا سواء مكملات او تغذيه او اي حاجه. طيب يعني عمرو برضو يعني عمرو بتاعي اسم الوالد، بس انت بيقول لك لهم عمرو بتاعي. طيب عمرو عايز اعرف منك برضو يعني، هل عندنا هنا من ضمن الجهاز بتاعنا او من ضمن المدربين بتوعك في عندنا متخصص نفسي او معد نفسي يعني بيؤهلك ان انت المفروض لو في مشكله او داخل بطوله كبيره ان هو يؤهلك ليها ازاي؟ ما هي دي مشكله، احنا هي دي اصلا القصه في مصر، احنا محتاجين نشتغل على الناحيه النفسيه دي عشان احنا فاكرين انها الرياضه تمرين وبطولات وخلاص، لكن ممكن واحد يقعد يتمرن طول السنه ويبقى جاهز 100%، بس يجي قبل الماتش يحصل له توتر او يقعد بقى يشكك في نفسه ويروح يلعب ما يلعبش حلو، ودي مشكلتنا. مشكله هي دي مشكله عندنا حتى في الاولمبياد، عندنا امكانيه ان احنا نجيب ميداليات كتير، بس المشكله الناس بتروح هناك وانا منهم انا يعني، انا بيحصل لي كده كتير، بتحس بتوتر وضغط رهيب. فدي محتاجه حد نفسي اللي هو يعني اي بطل عالم او بطل اولمبياد بيبقى دايما معاه دكتور اللي هو السبورت سايكولوجيست، ده بيبقى دايما معاه بيقعد بقى يكلمه ويقول له يفكر ازاي ويعني بيظبط له مخه ان هو بيظبط له مخه ان هو يخش يعني. ده مش موجود في النادي او في المنتخب للاسف؟ لا مش موجود. طب يعني رجاء طبعا الاتحاد وكمان سيادة الوزير أشرف صبحي يعني، يا ريت تكون إن شاء الله الفترة الجاية، أنا عارف إن الفترة دي فيها كل الدعم من حضرتك طبعا لكل اللاعبين عندنا، إن شاء الله طالعين الأولمبياد اللي جاية، وحضرتك كمان قلت من الفترة اللي فاتت إن نوفر لهم كل سبل الدعم إن هم يروحوا يجيبوا ميداليات ويرجعوا. فمن ضمن الحاجات برضو اللي إحنا عايزين نحطها للاعبتنا ان شاء الله ان يكون في متخصص نفسي، حد يأهلهم نفسيا، علشان برضو اي لاعب من اللاعبين دول معرض ان هو يطلع بره، ممكن يكسب ممكن يخسر،
فازاي يحول الخساره برده لمكسب وكمان يهيئهم ان شاء الله ان هم يروحوا يجيبوا ميداليات، ما حدش يروح يعني تحصيل حاصل، فان شاء الله يحصل الفتره اللي جايه باذن الله مصطفى. لكن مصطفى كلمني بقى عن يعني قبل الاولمبياد اللي جايه ان شاء الله، انت عندك بطوله افريقيا هتتلعب في شهر 6 اللي جاي متهيألي في الجزائر. في الجزائر و... طيب دي فيها المفروض كام منتخب والمفروض ان شاء الله تستعدلها ازاي برضو؟ هي بطوله افريقيا اصلا دلوقتي كمان بقت اقوى من زمان بكتير. يعني زمان كان دايما مصر بتروح بتكتسح بتكسب بكل سهوله يعني بالذات في الرمي. دلوقتي المستوى بقى اعلى بكتير، يعني في دلوقتي حوالي 5 أو 6 بيرموا فوق ال 20 متر او فوق ال 21 متر. فدي برضو يعني بطوله مهمه ولازم استعد لها كويس يعني عشان تبقى منافسه عاليه قوي. يعني مثلا تقدروا تلعبوا افريقيه السنه فاتت، هديك مثلا مثال، يعني مثلا بطوله افريقيا مثلا من 5 سنين كان الاول مثلا ممكن يرمي 18 متر او 19 متر ويكسب. بطوله دوري الابطال الافريقيه اللي هي السنه اللي فاتت دي اول 6 لامين فوق ال 20 متر. فدي يوريك يعني فرق مستوى ازاي عالي عن زمان. طب انت ما عندكش برضو بطوله افريقيا بس، انت عندك مجموعه بطولات لحد الاولمبياد. طب ده بالنسبه لك احسن لك ان انت تقعد تخش كل بطوله وتكسب او ممكن لا قدر الله تخسر فيها، ولا ان انت تبقى في معسكر ومركز في الاولمبياد اللي جايه؟ هو دي ليها فتره، دي يعني مثلا يبقى في فتره الاعداد دي اللي انا فيها دلوقتي اللي انا مركز مش هلعب بطولات كتير عشان ما اجهدش نفسي. بس في برضه فتره مهمه ماتشات اللي انت يبقى في احتكاك، عشان هو اصلا يعني الرمي في التمرين غير ما ترمي في الماتش. انت في الماتش بيبقى فيه نفسيه ما بتبقاش زي في التمرين، بيبقى فيه يعني بتبقى متحمس اكتر، فلازم انت تلعب ماتشات كتير عشان تظبط المستوى، مش تظبط يعني طريقه الرمي في الماتش برضه، عشان انت في الماتش بتبقى نفسيا غير التمرين. فالماتشات مهمه برضه، وبرضه هو كله في التمرين. يعني انا ممكن العب ماتشات وما اكونش طالع ليها توب بيك يعني او اعلى مستوى ليا، بس بلعبها خبره كده واشوف مستواي فين بالظبط. بس هو المفروض الاولمبياد هطلع عليها يعني اعلى مستوى ليا هيبقى في الاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله. بس هي الفكره بالنسبه لي ان هو يعني الارهاق البدني ممكن لا قدر الله لا قدر الله يعني ما يحصلش اصابات بالزبط قبل البطوله، وبالنسبه لنا البطوله الاهم الاولمبياد. ان شاء الله. مين ابرز الدول الافريقيه اللي بتشارك برضه في العاب القوى من خلال الجوله؟ هي حاليا نيجيريا ونيجيريا والكونغو اجمد دولتين. يعني بيفرقوا في ايه بقى برضه عن هو الفكره اللي هم نيجيريا معظمهم اصلا يعني امريكان. بس هم يعني امريكان يعني مولودين في امريكا وعايشين في امريكا وبيتمرنوا في امريكا، بس ممكن يبقى اهله نيجيري فيقول لك انا هلعب باسم نيجيريا عشان يعرف يبقى عنده فرصته ان هو يمثل في بطوله عالم اولمبياد باسم نيجيريا اسهل بكتير عن امريكا، عشان امريكا بيعملوا تصفيات بقى وبيبقى مستوى عالي جدا. فهو نيجيريا اللي هو الوحيد اللي بيجيب الرقم بيتأهل. فهو الناس كتير اصلا يعني معظم اللي بيكسبوا بيكون هم اصلا امريكان وعايشين في امريكا وتمرينهم في امريكا، عشان كده في. لكن هو لو عايش في نيجيريا وبيتمرن في نيجيريا عمره ما هيوصل المستوى ده. ما عندهمش المستويات دي خالص ولا الامكانيات اللي هي ممكن تؤهلهم ان هم يشاركوا في بطولات افريقيه او دوليه كمان. طب مصطفى انت حلمك ايه؟ يعني حلمك ايه من خلال مشوارك؟ ما شاء الله برضه هرجع اقول انت لسه صغير في السن ويعتبر بداية مشوارك برضو للبطولات. انت يعني اشتغلت من انت صغير عندك 14 سنة، لكن برضو لسه قدامك وقت شويتين كمان ان انت تجيب بطولات اخرى بإذن الله. حلمك ايه؟ هو حلمي زي اي رياضي يعني هي الاولمبياد، ان انت تجيب ميداليه في الاولمبياد وتبقى اول ميداليه في تاريخ مصر في العاب القوى لو جت ان شاء الله. وبس يعني وانت ترفع اسم مصر واشرف اهلي وكده وبلدي. مين مثلك الاعلى في مصر يعني بالنسبه لالعاب القوى والجول؟ والله هو في ناس كتير يعني مش لعيب واحد، يعني اي حد. انا بالنسبه لي اي حد طلع من احسن 8 في بطوله عالم اولمبياد ده بالنسبه لي يعني حاجه عاليه جدا، زي عمر الغزالي وايهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل وحسن عبد الجواد، كل دول ناس يعني ببص لهم عشان هم عملوا حاجات. انا عشان انا مريت بالتجربه دي في بطوله العالم ومش عارف قد ايه هي صعبه ان هم يوصلوا للمستوى ده، فكل دي ناس بالنسبه لي يعني نفسي اوصل مستوى قريب منهم. بتتواصل مع حد منهم؟ بتكلموا حد بيتكلم معاك؟ اكيد يعني انا دايما كل فين وفين بروح، هم بيتمرنوا في استاد القاهره بروح اسلم عليهم واعدي عليهم. هو عمر غزالي دلوقتي بطل، بس هو اصلا يعني كان مثلي الاعلى ساعه ما بدات اللعب عشان هو كان نادي الجزيره برضو، بس هو بطل دلوقتي فما بشوفوش، بكلمه كل فين وفين على الفيسبوك او حاجه بس ما بشوفوش كتير قوي يعني. عشان حد فيهم بيتكلم معاك مثلا بينصحك بحاجه بيقول لك تعمل ايه ان شاء الله؟ اكيد تستعد ازاي الاولمبياد؟ يعني مصطفى وحسن هم دلوقتي بيلعبوا وايهاب، فدايما مثلا قبل بطوله يكلمني يقول لي يديني شويه نصايح كده، او ساعات اصلا بيبقى هو ما فيش امكانيه مدرب يكون معايا، فمصطفى بيكون بيلعب وممكن يجي يقف معايا في الماتش يديني شويه نصايح وانا بلعب وكده. يا مصطفى نورتنا جدا. نورك يا وكل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه.
واحنا دايما خليك. الحمد لله يمكن هنا في انبوكس سبورتس ان احنا وشنا حلو على الناس يعني، وكل ابطالنا بيجوا هنا يقعدوا معانا شويه ويطلعوا يجيبوا ميداليات ويرجعوا تاني ببطولات. فان شاء الله برده وشنا يكون حلو عليك، تطلع تجيب ميداليه في اولمبياد وترجع لنا تاني برده يعني نحتفل بيك بقى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا طبعا الكابتن مصطفى عمرو نجم منتخبنا وطبعا بطلنا في العاب القوى. وكده خلاص حياتنا النهارده خلصت معاكم من انبوكس سبورتس، استنونا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله.